استغلال الطاقة المتجددة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية واستخدامها كطاقة بديلة عن طاقة النفط والمشتقات النفطية كان المحور الرئيسي للمؤتمر الذي نظمته جامعة النجم الساطع. هذه المؤتمرات هي مفيدة جدا وهذا ظهر جليا من خلال الخبرات المتراكمة في تنظيم المؤتمرات. أصبحنا الآن يعني أكثر قدرة وأكثر حرفية في التنظيم. مؤتمرنا السادس إن شاء الله حيكون في شهر 3 القادم، حيكون حول المدن الذكية وتحت عنوان خريطة ليبيا 2020. ورقات علمية عديدة ومشاركة مختلفة من كافة مناطق ليبيا، إضافة إلى المشاركات الدولية من ماليزيا ومصر والسودان والجزائر. وصل إلينا في هذا المؤتمر حوالي 50 ورقة علمية من جميع مدن ليبيا، وفي بعض الورقات مشاركات خارجية من دولة ماليزيا وبعض الدول من الجزائر وبعض الدول العربية. فكانت عندنا اليوم أول افتتاح المؤتمر، فكانت عندنا عن طريق السكايب مداخلة من ماليزيا مع الدكتور عدنان، ومعنا الدكتور ناصر البركي الذي تحصل الفترة الماضية على جائزة ليبيا، جائزة الابتكار في ماليزيا. مشاركات وصفها الحاضرون بالإضافة النوعية في مجال الطاقات المتجددة من شأنها المساهمة بفاعلية لتحقيق التنمية المستدامة. مؤتمر مشاركات فيه عديدة وقيمة جدا، تفضل الأساتذة قبل قليل ببدء فعاليات المؤتمر، وكانت الورقات كلها في المستوى حقيقة مشكورين. خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المبادرات الرامية إلى التوجه لاستخدام الطاقات المتجددة لتحقيق أكبر فائدة قصوى من الطاقات المتوفرة في ليبيا التي تزخر بتعدد حيوي وجغرافي مميز.